النجم الجميل محمود عبد المغني، سعيد اني بلتقي بيه في كواليس فيلم الخليه. احمد عز، وانت اشتغلت مع احمد عز كتير قبل كده؟ اشتغلت مع احمد عز كتير، وهو صديقي، وانا ان شاء الله متوقع ان في فيلم مختلف، فيلم متميز، هو ده اللي معودنا عليه طارق العريان واحمد عز مع بعض، وشركه ريماس ان شاء الله يكون عمل مختلف والجمهور يكون مستفيد ان شاء الله. انا شغال دلوقتي فعلا بكمل افراح ابليس، الحمد لله النجاح كان كبير جدا في ظل الرئيس. بتمنى ان الاعمال اللي جايه تكون على نفس الجوده، والورق اللي وصلني لمحمد اسماعيل امين مخرج متميز زي احمد سمير فرج، وشركه محترمه زي شركه فنون مصر، كل دي عوامل النجاح. يعني الحمد لله ظل الرئيس نجح نجاح كبير جدا، والحساب يجمع والحمد لله، وده الورق هو المهم، انا بشوف ان الورق هو النجم، فان شاء الله الفتره اللي جايه نختار ورق يحترم عقليه المشاهد. انا في مرحله قرايه دلوقتي وبشوف الاصلح ليا والاصلح للناس، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه.